وليدة ورويدة حمد تزوجتا قبل حوالي 7 سنوات وأسستا عائلتيهما في قرية مصعدة، حيث تعيشان مع زوجيهما وأولادهما. أهل وليدة ورويدة يعيشون في قرية حضر المجاورة، والتي لا تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن قرية مصعدة. قصة قد تبدو سعيدة وعادية لولا أن بين مصعدة وحضر يمر خط وقف إطلاق النار وعقول ألغام، ولولا أن وليدة ورويدة لم تلتقيا الأهل منذ أن تزوجتا قبل حوالي 7 سنوات، فأهل جولان ممنوعين من السفر إلى دمشق. اليوم كان زفاف أخيهما الأصغر الذي تركتاه فتى في المدرسة كبر في غيابهما وهو يتزوج، ولكن وليدة ورويدة لا تستطيعان المشاركة في الفرح مع إنه على بعد بضع مئات من الأمتار. إنه الواقع الجولاني المر الذي يعود ليذكرنا كل يوم فيرش الملح على الجرح، جرح مئات العائلات الجولانية المقسمة على طرفي خط وقف إطلاق النار. بعد ظهر اليوم قدم موكب العريسين إلى المنطقة المقابلة لمجدل الشمس، ومن الجهة الأخرى وعبر خط وقف إطلاق النار وعقول الألغام قبلتهم وليدة ورويدة ومعهما زوجيهما وعدد من الأهل والأصدقاء. وهناك فوق الأسلاك الشائكة وعقول الألغام و500 متر تفصل بينهم أقام الأهل عرسهم، فغنوا وتمنوا للعريسين السعادة والهناء، ثم عاد كل إلى جهته، العريسان والعائلة إلى حضر ووليدة ورويدة إلى مصعدة. إنها قصة قد تحدث في الأفلام الخيالية ولا يمكن تصورها في الواقع، ولكنها تحدث في الجولان حقيقة واقعة وجرح ينزف منذ 40 عاما. اليوم كان فرح خيه وإن شاء الله ألف مبروك، بتمنى له كل السعادة. حبينا نتشارك نحن وياهن على شريط الحدود، مش شريط الحدود، شريط الشائك اللي صنعته القوات الإسرائيلية. بتمنى أنه يكون آخر فرح يكون بين الجانبين هيك، نتمنى أنه نفرح بعرس الوطن الكبير، أنه كلنا نكون سواء نحن وأهلي وأخواتي. الحقيقة أنا تركته صغير وما توقعتش أنه يتزوج بهالسرعة، صار لي 6 سنين ما شفته، توقعت أنه خيي صغير بعده صغير بعده ما تزوج. بس اليوم كانت صدمة لي أنه عرس خيي صغير وما قدرتش أنه يكون معه. كنت أتمنى أنه أشاركهم بكل تفاصيل الفرح، بس هذا اللي الله أعطاني. أتمنى له السعادة وللكل السعادة، وأنه نكون فرحنا الكبير بالوطن سوريا. وبشكر كل اللي شاركونا واحتفلوا معنا. تمنيت بلحظتك صدقا تمنيت موت وما شوفش المشهد ها. تمنيت اني موت وما شوفش المشهد ها، انه خيي اللي اصغر مني اللي كل الوقت اني احلم اني ادبك بعرسه وظل اطلق ارقص يعني اعمل اكل معه نساعدهم هيك، انه ما اقدرش اني حتى لو اني سلم عليه بوسه كله مبروك هيك، مش اصعب منك يا شعور علي. حتى لحد بس مش قادره اني هيك، مش قادره اني هيك فسر الموقف واعرف كيف شو هالموقف اللي صار وشو مدى صعوبته وهيك، انه هو بعيد عني بعد امتار ومش قادر اني بس لو اني امسك ايده وكل سلم عليه شوفه ببدله العرس، شوف عروسته شكلته، شوف البسمه على وجهه انه مبسوط وهيك، كان شعور صعب كثير لحد هسه صعب. تقول وليدة ورويدة انهما ستذهبان مساء الى بقايا قريه سحيتا، ومن هناك يمكنهما رؤية بيت العائلة في حضر، وستشاهدان عرس أخيهما عن بعد وتتمنيان له السعادة. الله معكم الله معكم الله معكم الله معكم نجد يلا بس كن بعد ولا خرميون عم البنية يلا يلا الله يهنيهم الله يسلمكم كفيتهم بالنهار يا اشترين يا صلايا أمير أمير. Thank you.